حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب وتجيب بطن من كندة عن رويفعي بن ثابت الأنصاري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا فقام فينا خطيبا فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيمين عن وفاء الحضرمي عن رويفعي بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة وقتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حنش الصنعاني عن رويفعي بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد وقال قتيبة لرجل أن يسقي ماءه ولد غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يبين حملها. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حنش الصنعاني عن رويفعي بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الأمة حتى تحيض وعن الحبال حتى يضعن ما في بطونهن. حدثنا يحيى بن إسحاق من كتابه قال أخبرنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شيم بن بيتنا عن أبي سالمين عن شيبان بن أمية عن رويفعي بن ثابت الأنصاري أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى أن لأحدنا القطح وللآخر النصل والريشة. حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شيم بن بيتنا قال كان مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض قال فاستعمل رويفع بن ثابت الأنصاري فسرنا معه من شريك إلى كوم علقام أو من كوم علقام إلى شريك قال فقال رويفع بن ثابت كنا نغزو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ أحدنا جمل أخيه على أن له النصف مما يغنم قال حتى أن أحدنا لا يصير له القدح وللآخر النصل والريش قال فقال رويفع بن ثابت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنج برجيع دابة أو عظمين فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسن بن موسى الأشياب قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن شيم بن بيتنا قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى أن أحدنا لا يطير له النصل والريش والآخر القدح ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنج برجيع دابة أو عظمين فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء.
حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني قال غزونا مع رويفعي بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب يقال لها جربة فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام فينا يوم حنين فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني أتيان الحبال من السبايا وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها يعني إذا اشتراها وأن يبيع مغنما حتى يقسم وأن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبيد الله بن أبي جعفر المصري قال حدثني من سمع حنش الصنعاني يقول سمعت رويفع بن ثابت الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتعن ذهبا بذهب إلا وزنا بوزن ولا يمكح يبا من السبي حتى تحيض. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد قال حدثني حنش قال كنا مع رويفع بن ثابت غزوة جربة فقسمها علينا وقال لنا رويفع من أصاب من هذا السبي فلا يطأها حتى تحيض فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يسقي ماءه ولد غيره. حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثني عياش بن عباس أن شييم بن بيتنا أخبره أنه سمع شيبان القدباني يقول استخلف مسلمة بن مخلد رويفع بن ثابت الأنصاري على أسفل الأرض قال فسرنا معه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنج برجيع دابة أو بعظمين فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال عرض مسلمة بن مخلد وكان أميرا على مصر على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور فقال أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحب المكس في النار